طيب نروح للجنة الفرسان أو زي ما بيتقال كبار السن بالنادي الأهلي، يعني حاجة بجد جميلة جدا. ليهم أنشطة فعاليات ومباريات خاصة، اختتموا فعاليات الموسم من أنشطة رياضية، جري وكرة قدم وألعاب أخرى. ده كان ضمن أجواء احتفالية قبل دخول بقى شهر رمضان، بحضور عدد كبير جدا من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأعضاء النادي من كبار السن. خلينا نروح نتابع. الحاجة الجميلة في فريق الفرسان واللي خلاني انضميت ليهم، لقيتهم مجموعة جميلة حلوة من أعضاء النادي بيمارسوا الرياضة من بعد تقريبا صلاة الفجر، بيخلصوا يعني حوالي ساعتين في الملعب. إنما اليوم الجميل النهاردة بقى ده بيتعمل كل مناسبة، زي ما احنا بقول لحضرتك النهار زي احنا داخلين على رمضان، فقلنا نعمل يوم رياضي جميل. يوم الرياضي طبعا فيه كذا حاجة اتعملت، الزملاء اتكلموا عن اليوم الرياضي باختصار على ماتشات كورة وماتشات كرة يد وشد حبل والحاجات دي. النهاردة عاملين ختام للمهرجان الشتوي بتاعنا، الموسم الشتوي بتاعنا اللي ابتديناه في شهر 11، فبنعمل يوم ترفيهي بيجي في مجلس الإدارة الكابتن محمد الجرحي والكابتن محمد الضماطي والمجموعة بتاعتنا كلها، وعملنا يعني اللقطات بتاعتنا وعملنا متوشة يد ومتوشة قدم وشد حبل، ودي حاجات احنا بنعملها للمجموعة بتاعتنا للرياضة والأعضاء النادي الأهلي الجزيرة. اليوم النهارده بدأنا بيه بالرياضه، مشي حوالين التراك، وبعدين عملنا تجمعات وصوره جماعيه بنعملها كل سنه بمناسبه رمضان بالفانوس بتاع رمضان، وجينا عملنا ماتش هنا ماتش قدم وعملنا ماتش هاندبول، وكان في شد حبل معانا سيدات. احنا بنيجي حد وثلاث وخميس، الحد بيبقى ماشي في تراك وسويدي، والاثنين والثلاث ماشي في تراك وسويدي. يوم الخميس بيزيد عن كده ان احنا بنعمل نشاط رياضي، بنعمل فريقين كره قدم او يد، يعني بنيجي الملاعب الصغيره دي بنلعب كره قدم او يد، بنكمل اليوم بتاعنا بالنشاط الرياضي اللي هو الكروي. يعني طبعا احنا فريق الفرسان يعني ابتدى من 2014، كونا الفرقه دي كنت انا وكابتن خالد وكابتن محمد الشبراوي وكابتن ايمان وكابتن احمد علوي، كنا مجموعه صغيره بنيجي الصبح نمشي في التراك. بعد كده ابتدى تطور الموضوع ان احنا نعمل تمرينات بعد التراك، نعمل تمرينات، وبعد كده اليوم النهارده ان شاء الله يعني احنا بنحتفل بايه، ان احنا قبل رمضان دايما بنيجي نعمل احتفاليه كده قبل نهايه المجموعه بتاعتنا، بتعمل نهايه للموسم بتاعها عشان نبتدي بقى الموسم الشتوي الصيفي ان شاء الله بعد رمضان. على فكرة يعني الرواد أو الفرسان أو كبار السن في النادي الأهلي ما يقلوش في النشاط والحيوية والطاقة عن شباب النادي الأهلي بأي شكل من الأشكال. ده ممكن يكون العكس. والله صحيح. ده ممكن يكون العكس جدا، احنا لما بنروح أنا وأنت أوقات النادي لا بجد بنلاقي كبار السن هم اللي بيمارسوا رياضة أكتر، اللي في سننا أو اللي في سن. أيوه بس هنا بقى مربط الفرس. هنا مربط الفرس. بيفضلوا قاعدين ياكلوا، على فكرة احنا لما بنروح بنمارس رياضة احنا بنروح نفضل ناكل. ما هي لازم تتقال على فكرة يعني، فلا هم أكتر نشاط. بجد والله ما شاء الله عليهم، ربنا يديهم الصحه، وبجد حاجه مبهجه جدا وحقيقي. دايما تلاقي مثلا حد مثلا مضرب تنس ورايح على ملعب التنس، حد طالع من التسليم، يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يديهم الصحه ويزيدهم حيويه وطاقه ونشاط.